يقول السائل: لي والدة وضعت طفلة وكانت لوالدة وضعت طفلة وكانت والدتي شديدة المرض، إذ أنها لا تدري ما حولها، وقد وضعوا الطفلة عندها لترضعها، واستيقظت في اليوم الثاني فوجدتها ميتة ويخرج من أنفها دم، ولا تدري هي التي داستها ولم تشعر بها أم أنها ماتت ميتة طبيعية. إذا ثبت أن ماتت بسببها يكون عليها كفارة، يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، ويكون ديتها على عاقلة المرأة، لأن هذا قتل خطأ. أما إذا كانت ماتت بدون سبب المرأة، وإنما ماتت بقضاء وقدر بدون تسبب من المرأة، فليس عليها شيء. هذا يحتاج إلى تحديد سبب الوفاة، تحديد عاقلتها الدية إذا طولبوا بها. نعم.